افتتحت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة وحدة معالجة الماء الموحدة بسعة 50 متر مكعب في الساعة شمالي المحافظة. ويأتي افتتاح هذا المشروع للقضاء على شحة المياه التي يعاني منها عدد من الأحياء السكنية. بدأنا الحمد لله بمرحلة افتتاح المشاريع التي هي ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 21. الحمد لله كما وعدنا أبناء كربلاء المقدسة أنه هذه المشاريع تنفذ بأسرع وقت وبدقة عالية بواقع عمل ما يقارب 18 ساعة في اليوم. وشفتوا أنتم طبعا اليوم عندما نفتح مدارس نفتح مجمعات المياه، هناك المشاريع الأخرى للطرق والتأهيل والمجاري والمشاريع الماء الأخرى، هذه كل المشاريع إن شاء الله ستفتتح وستكمل بأقل من وقتها، واحنا حددنا نصف الفترة الزمنية المقررة لها. مستعدين كذلك لخطة الدعم الطارئ، قانون الدعم الطارئ، أكملنا خطتنا الحمد لله بانتظار بإذن الله تعالى بعد تصادق من قبل وزارة التخطيط الأسبوع المقبل، وإن شاء الله هذه المشاريع ستقدم خدمات كبيرة إلى أبناء المحافظة وإلى الزائرين على حد سواء. مرة أخرى نأكد أنه كربلاء المقدس تستحق الدعم وتستحق العمل وتستحق المثابرة. احنا بالنسبة لنا وكوادرنا ودوائرنا القطاعية مدعومين من أهالي كربلاء بشكل كبير، الحمد لله مشاريعنا يتم إنجازها بشكل سريع وبشكل دقيق وبمواصفات عالية. تم إنجاز مشروع تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 500 متر مكعب بالساعة في مشروع الماء الصافي القديم مع تنفيذ خطوط الناقلة من مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2021 بعجلة المقاول شركة النبا السعيد للمقاولات. تم إنجاز المشروع قبل الفترة المحددة ب 60 يوم حسب توجيهات السيد المحافظ المحترم بواقع عمل 18 ساعة باليوم. المشروع يتكون من مضخات سحب عدد 2، مضخات سحب عدد 2 مع حوائط ترسيب عدد 4 وحوائط تجميع مع فلاتر عدد 2. الفائدة من المشروع تعزيز الماء الخام لجزء من قضاء المركز مع منطقة فريحة.